سواء كان المجتمع الداخلي او مصر كلها، وعندها احساس بالمسؤوليه تجاه المجتمع ده. كتير نماذج كتير بنشوفها من شباب بيتكلم بس بيعترض بينتقد مجرد انتقاد، لكن في شباب تاني بيبقى موجود على الارض وبيحقق اثر وبيعمل فعل وتغيير في المعارك. يعني عايز اختم مشهد المتطوعين بكلمه لاحد الليدرز يعني اللي كانوا معانا في رمضان، احمد ابو العزم، وهو بيقول لي انا امبارح وقفت في شارع الثانويه وقلت احنا هنسلم التروسيكل يا جدعان، بعيني وصوته في الشارع. وهي دي الروح، يعني هي دي الروح اللي بتمثل صناع الحياه في الداخليه، وهي دي الروح. اهلا بيكم النهارده. يعني بصراحه الافكار كتير جدا والكلام الحلو كتير جدا والدعايه بتبقى ممكن تكون كويسه جدا، لكن لو انت مريت في الحقيقه جوه، بصيت في الحقيقه جوه شويه ممكن تزعل. لكن في صناع الحياه بصراحه مجلس الامناء المحترم لازم اوجه له كل التحيه والتقدير، خاصه ان من بينهم استاذي الدكتور عبد السلام المحبوب وزير التنميه السابق ومحافظ التنميه السابق اللي يعتبر مسك اعلى لكل المحافظين، فبوجه التحيه لكل مجلس الامناء برئاسه السيد الدكتور محمد احمد يحيى استاذ الهندسه الميكانيكيه بجامعه القاهره رئيس مجلس، وحييهم معايا جميعا. صناع الحياه بصراحه لو احنا اشتغلنا كلنا بنفس الروح ونفس السيستم اللي موجود في كافه الاجهزه في كافه الموضوعات اللي بيشتغلوا بيها صناع الحياه، هنقدر ندي فعلا للمستحق اللي هو يستحق فعلا ان احنا نقدر